السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج مهمات خاصة النهاردة، فقرة رهيبة معانا، مشاهير التيك توك، معانا مأذون الفرفوش، ومعانا الشاعر الفرفوش، ومعانا يحيى العالمي، ومعانا طبعا الجميلة تمارة أبو تمارة، ومعانا المذيعة، معانا أستاذة خلود. أهلا وسهلا. النهاردة بجد حلقة مختلفة جدا جدا جدا. بحب أرحب بضيوفي، وفي مفاجآت، يعني عايز أقول لكم مفاجآت بجد 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 هتخلينا نضحك ونهزر. خلود اهلا وسهلا، بنرحب بيكم جميعا. ان شاء الله تلاقوا قبول كده، وطبعا انتم نجوم اصلا، مش محتاجين يعني ان الله يكرمك. ايه يا يحيى الموضوع؟ موضوع ايه؟ شهره. عادي بقى، جت عصر في موضوع زي يعني تيك توك. الفكره جات لك ازاي؟ الفكره بتاعت الاطباق وكده. انا كنت الاول بعمل اللهم صل على النبي فيديوهات وكده، ما كانش بتعجب الناس ولا كان بيجيب مشاهده. كانت ايه؟ كانت فيديوهات اللي هي ايه، عاديه. كنت بعمل ايه، فيديوهات عاديه. فبعد كده اللهم صل على النبي جات لي فكره الاطباق دي كده صدفه. لقيت البيت كلها، انا كسرت البيت كله، الشقه كلها وشقه جدي الله يرحمه ما بقعدش فيها. انا سمعت انت بتجيب مخدات تقطعها. كله انت جايب معاك حاجه؟ انا شفت حاجه كده. ما اعرفش، انا جايب معايا كده طبق. ايوه طبق، ده انا سرقه. لو امي تعرف بيه هتبقى نصيبها سودا. بص انت حاجه هتشوفه دلوقتي. أيوة. يا عم يحيى، بص انا بطلع كده فوق. ايوه ايوه طهو. بس بعمل كده. أيوة. لا اله الا الله. لا 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 لا، يعني دي الشغله. الطبق ده بقى عايزين حاجه. وبعد كده بتكسر ازاي؟ انا شفت فيديوهاتك جايبه ما شاء الله مليون مشاهده، مليون و500 الف و600 الف بالتكسير. هي بتشوف حد كده. بتشوف حد بيهاجمك كتير. طب انت ما كملتش تكسير ليه؟ ما انت ما شاء الله في فيديو بتجيب الطبق تكسيره للاخر. خلاص ما عادش فيه. طب ايه الفكره؟ انت شايف ان دي موهبه؟ لا انا جاي، انا بفكر ان هي بتجيب مشاهده. يعني ده اللي بدور عليه. هو ده اللي انا عاوزه، عاوزه اتشاف، الناس تشوفني. وهو ده اللي انا عملته اليومين دولت. يعني هدفك من كده ان بس نسبه مشاهده مش اكتر؟ نسبه مشاهده. وانا كده كده برضو كده بعمل مهرجانات، يعني انا مش ساكت. حتى لو بعمل حاجه مثلا مش حلوه فشغال على مهرجانات. انا شفت برضه انت جايب سخان وقعدت تكسر فيه. طب انت شايف ان انت ناجح في الموضوع ده؟ انا ناجح. لو انا مش ناجح مش هاجي مكان زي كده. طب ما حدش بيسالك يقول لك انت بتعمل كده ليه، او ايه الهدف؟ او يعني انا واحده من الناس، انا شفت مثلا حاجه عايزه افهمها. ايه ده كده بقى؟ هي جت فكره كده. فكره جت كده. طب المأذون الفرفوش حبيبي يا استاذ متولي، ما شاء الله كنت جبت ترند برضه من فتره قريبه. ايه الموضوع؟ الموضوع كله ان انا كراجل عقد شرعي بعمل عقود شرعيه، بحب اهزر وبضحك في العقد الشرعي، لان دول ناس بيتجوزوا يعني. فلازم يبقى في ضحك وهزار، الناس كلها تبقى مبسوطه وفرحانه. في اتنين يوتيوبر تقريبا جوزتهم من يومين، عبد الرحمن وهبه. عايز اقول لكم عبد الرحمن وهبه، الف 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 مليون مبروك. فرحنا لكم بجد من قلبنا ومن برنامج مهمات خاصه، بنقول لكم ان شاء الله يعني حياتكم تبقى سعيده. اتفضل يا محمد. عبد الرحمن مبروك وهبه، هم عانوا كتير جدا وبداوا مع بعض من الصفر. كنت انا يعني ببص على قصه كفاحهم من زمان، وكان ليا الشرف ان انا اكون المأذون بتاعهم، ان انا اللي اكتب لهم كاتب كتاب. ايه اكتر طبعا موقف بتحب تقوله كده كراجل مأذون؟ ايه القفشات اللي انت بتحب تقولها؟ مثلا اخر مره ومش هعمل كده تاني، في اخر كاتب كتاب اللي هو خلاص مش هعمل كده اخر مره ومش هعمل كده تاني. وبرده مثلا وهو في اول الجواز بتاعه بقول له نفسك في حاجه قبل ما تتجوز. ايوه لازم نفسك في حاجه، لازم نشوف قنيه قبل ما يتجوز. يعني انت مأذون شرعي بالفعل. انا مفكره ان انت يعني لما قالوا مأذون فرفوش ففكرت ان دي فقرات انت بتعملها. انا لكن انت مأذون شرعي فعلا. متولي مأذون الشرعي. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين، وطبعا معانا القمر بتاعنا تماره العسل، اللي ما شاء الله 140 مليون هاشتاج على تويتر وغير التيك توك. الله اكبر. عايز اقول بجد نجمه ساطعه. ازيك ابو تماره؟ الحمد لله. عامل ايه يا جميل؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. احكي لنا كده بقى، بدانا ازاي؟ والله انا بدات من حوالي سنه كده. كان امسك المايك. البرنامج كان كان ميوزيكلي. كنت عملت عليه فيديوهين ثلاثه كده، بس كنت بجرب، لقيت برنامج والناس بتاخد صوت وبيعملوا عليه فيديوهات، فقلت اجرب. عملت فيديوهين ثلاثه بس وسبته. تمام. بعد كده رجعت له لما رجع تاني تيك توك. اشتغلت فترة لوحدي. واشتغلت برضو، كان معايا ابن اخويا اشتغلت معاه شوية. بعد كده ابتديت بقى دخلت تمارة معايا.
انت مره بقى انا وهي عايز اقول لك حاجه قبل الهوا، انت شغلت التليفون وقعدت تحركها اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا، هي ما شاء الله عندها استجابه رهيبه قوي. ده الجديد بقى يعني، هي دلوقتي بسم الله ما شاء الله زي ما انت شفت تسمع الاغنيه او تسمع المقطع تلاقيها عاشت فيه. الاول كنت بتعب جدا معاها، احفظها كتير جدا، كنت ممكن اقعد فيديو مثلا 15 ثانيه، كنت ممكن اقعد نص ساعه، ممكن ساعه والفيديو 15 ثانيه. تمام. دلوقتي الله اكبر، ممكن لما بنيجي نعمل الفيديو الاقيها عملت حركه لوحدها احسن من اللي انا كنت اقولها تعملها. بس ازاي اكتشفت الموهبه بتاعتها؟ ما هي جت واحده واحده يعني، انا تدريب ولا هي اصلا عندها الموهبه؟ لا هي كده لوحدها يعني، انت حسيت ان هي عندها الموهبه فنمتها بس مش يعني اكتر يعني، بقت تاخد رياكشن لوحدها. يا اموره ونجمه واحنا كلنا بنتفرج عليها على فكره، واولادي بيحبوها جدا. طب هتقدم لنا ايه يا تماره؟ هتقدم لنا ايه؟ انت نجمه، يلا اتحركي، يلا امسكي المايك وقدمي لنا. بنت الجيران ولا حابه تقدمي ايه؟ اللي انت حباه احنا معاكي. ماشي تمام. رايح فين يا حماده؟ رايح اجيب شوكولاته. انت مين يا حماده؟ انا بابا ماما. شفت ماما جابت لي نونو صغير يا اختي، يلا نونو سمير ايدي، يلا نعلمه الف. طب لو جميله، لو هتعملي مثلا حاجه تقليد التيك توك، لو انت بتغني مثلا اغنيه وبتعبري بايدك، تعبريها ازاي؟ بابا هيمسك المايك وانت بقى عبري بايدك. تعملي لنا فيديو من اللي بابا بيعمله مايك. يلا يلا وتقفي هنا يا حبيبي. يلا يلا، لا بص الكاميرا هنا، يلا بينا. يلا بنت الجيران، يلا تمارا. تمارا الكاميرا هي كاميرا، ما تتكسفيش، خليكي بطبيعتك. يلا. يلا انتي نجمه، يلا بنت الجيران شغلانة العنان، يلا ما تتكسفيش يا قمر. يلا يلا جميل، يلا اتكسفتي. طب ممكن بابا يساعدها؟ يلا طب اي حاجه انت حافظها ممكن تقدمها. طب انت حافظه ايه يا تمارا؟ حافظه ايه اللي انت حابه تقوليه؟ بابا يساعدك؟ ايه رايك؟ حافظه بتتمنجده دي؟ هي اللي حافظاها، انا مش حافظها. تمام. بقى انا دي. يلا. تعالي هنا يا تماره، قربي شويه. قربي هنا يا تماره. يلا غنيها، اعملي ايه؟ خلي المايك مع حضرتك واتكلم منه. تمام. لا شيلي ايدك من جيبك. يلا. يلا اتحركي براحتك. يلا. منجايا بلدي. بلدي. تتعب بعدي. ايوه بين. انت ممكن تقدم حاجه في انتوا حافظينها انتوا الاثنين. هي حافظه قلبي. طب نشوف لكم حاجات جميله. حبيبي قلبي. يلا 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 يلا، انا معاك اهو. يلا قلبي 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 روحي وربي. ممكن تطلب لها المايك؟ ماليش بديل. يلا. من جاي يا بلدي فين عالفي بعدي. بكار خش بكار كان بقى تحسونه بكار تزبطونا فرقونا. كمان شي قمر اهو. فرقونا. احنا عايزين نشوف حاجه من اللي احنا بنشوفها على التيك توك. عايزين نشوف حاجه. انت مشهوره جدا ومعروفه قوي، عايزين نشوف حاجه من الحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه. بابا ممكن يساعدك. يلا. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني، صرختي مع ريعك. انت عسله. ان شاء الله عليك. الشاعر احمد كشك في قصيده بتاع التيك توك وما شاء الله جابت نسبه مشاهده قويه جدا، ممكن تقولها لنا؟ الحمد لله. اتفضل. هقول لك حاجه شبهها برضو. تمام. بتتكلم عن الغريمين. ممكن تقرب المايك؟ تمام. بتتكلم عن الغريمين. ودايما الغارم ده او الغارمه بيبقى بيعيش ويقوم بيفكر في الفلوس وازاي يدفع الدين. وساعات بيبقى الدين ثلاجه غساله. طب عشان وقت البرنامج وتقولها؟ اتفضل. من قله الفلوس من قله معيش. لما اللي مني يدور وشه وما يعرفنيش. يا على نار العزة. يا على مر الحوجة. ازاي النفس تشتهي والجيب مفهوش فكة. كلمني عن احساسك وانت وسط ناسك وجالك ديانك يخبط على بابك. هتحس انك صغير وتتوه وتتحير وتدعي يقصر عمرك اكتر ما هو قصير. توطي راسك لعبد والدمع يملى الخد وتقول يا رب ده حلم ولا حقيقي بجد. مدت الايد لو انت حديد هتقل منك وهتتنيك. تصغر مقامك تكره حياتك وتبقى نكره ويتداس عليك. هتعيش بذل فيك يغل منك يقل في كل ساعه. هتحط واطي ودايما تطوطي ويبقى العادي رخص ومهانه.
برافو. عايز برضو اقول للفنانه منى زكي بجد تماره بتحبك جدا وان شاء الله يعني تستجيبي معانا ان شاء الله، وبجد انا بقول بجد بجد يحيى موهبه فنيه قويه جدا وتماره موهبه فنيه. في مداخله؟ طيب الو. الو ايوه مين؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. مين معايا؟ اخبارك ايه؟ تمام. ايه انت مش عارفني؟ صوت مش غريب عليا. مين؟ انا ساره. ازيك يا ساره عامله ايه؟ ساره خطيبتي. الحمد لله. عامله ايه يا ساره؟ الحمد لله. كانت خطوبتنا امبارح. الحلقه جميله قوي. خدي بالك يا ساره ان هو ما عرفش صوتك. عايز اقول لكم بجد ربنا رزقني بجد بساره، بجد حد جميل وطيب وبجد انا بحبها اكتر من كده. والله وانت اجمل، والله انت اجمل حد شفته في حياتي. ربنا عوضني بيك. ربنا يسعدكم والف مبروك يا قمر. الله يبارك فيك. وشكرا جدا على المداخله المفاجاه دي، فاجئتيني. تسلمي لي يا ساره. ميرسي جدا. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا يا رب ويحفظك. عايز اقول في نهايه الفقره اتمنى بجد حد يكتشف بجد يحيى العالمي، بجد قوي جدا في كل حاجه بيقدمها، هو طموح والمأذون ما شاء الله عليه ترند على طول. اتمنى بجد تماره طلعت مره واتنين، ان شاء الله الثالثه عندي دي باذن الله يتمضي لها عقد كويس جدا وتعمل فيلم واتنين وتلاته. والدها عنده موهبه بجد جباره جدا. اتمنى برضو كشك يعني يعمل اشعار كتير جدا وينجح. وبجد انتوا بجد شرفتوني، كان جمهور تيك توك. نفس الحلقه تبقى ساعه واثنين بس، وعد مني هتتكرر الحلقه دي وهكون فتره طويله قوي. بس في الاول وفي الاخر بناشد الفنان احمد حلمي والفنانه منى زكي تحديدا، الاثنين دول تماره بتعشقكم بجد. لو في يعني اي حاجه متاحه لتماره يا ريت بجد مش هتاخر، ووالدها يعني بيحبكوا جدا. واستاذ احمد بقى السبكي مش هنوصيك، يحيى موجود اهو. تمام. تكسير اطباق، تكسير حلل، كل حاجه، كل مهرجانات، مهرجانات. نرجع فوق، نرجع ان شاء الله ليكوا تاني ان شاء الله. نرجع فوق، نطلع فاصل. شكرا جدا. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين، ومعانا طبعا مصممه الازياء العالميه مدام رحمه. برحب بيكي. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. اخباركم يا بنات؟ منورين الاستوديو بجد، منورين. عرفينا بنفسك وعرفينا شغلك ومعاك المايك، اتفضلي. انا اسمي رحمه منصور الهوايري، مصممه ازياء، دي هوايتي من وانا صغيره، من وانا عندي 7 سنين. وفضلت انميها بكورسات تمام لحد ما جه وقت الجامعه، ما رضيتش ادخل جامعه اللي هي الجامعات النورمال يعني، وصممت ان انا ادرس فاشن. درست في معهد اسمه بيرجو، ده معهد ايطالي، ومعهد بيلا دونا اسباني. ودرست في السعوديه برضو، كنت باخد كورسات فاشن. واتجوزت وقعدت في البيت 5 سنين. 5 سنين؟ اه. ما تعصب بقى اهو. بعد كده رجعت تاني، نشطت نفسي، اخدت كورسات تاني ما شاء الله، وبقيت اشتغل من البيت. وبعد كده نزلت ايفنتات، من يعني ابتديت تاني ارجع لشغلي في شهر 4 اللي فات. تمام. كان في اول حاجه ايفنت في جاليري اسمه لمسات، كانت ليا صديقه عزيزه عليا جدا اسمها نيها حته، هي فنانه تشكيليه، وطلبت مني ان انا احضر معاها الايفنت ده، ودخلت معاها الايفنت ده وبدات بقى من ايفنت لايفنت. ايه اهم نشاطك دلوقتي؟ هو يعني الفاشن. بس هو الكارير دخل في حته تانية كده، هو مش بتاعتي اللي هي الاشرز. لا هي مش بتاعتي انا اصلا، مش اشرز. بس حصل في كام ايفنت هم شافوا الشغل بتاعي، فطلبوا ان انا اجي في المؤتمرات اعمل الشو بتاعي. كان شو دول، كان في تكريم 100 شخصيه من دول عربيه. وبس، وانا المفروض دخلتها يعني دخلت فيها، عملت اعلام، عجبهم الشغل، وبعد كده طلبوني في المؤتمر اللي فات في المركز الاقتصادي العالمي مع دكتور عماد الدين رئيس المجلس. شايف اللي عندك ما شاء الله تيم ورك قوي، وعندك حديه، انا حاسس اللي فيه حديه، اعملي كذا سوي كذا، حاسس اللي فيه نظام جامد قوي، يعني وصلت له ازاي؟ خوفي عليهم طبعا، وعلى نفسي وعلى اسمي وعليهم من اي حاجه يعني. اسالهم هم ايه الاخبار. في يعني انا شايف اللي في ما بتكلمكم
اعمل كذا اعملي كذا اعملي كذا، ايه رايكم؟ يعني شايف في حديه في الكلام ده، حلو ولا مش عاجبك؟ جميل جميل ما شاء الله. طيب عايز برضه اسال حضرتك سؤال مهم جدا برضه. عرضتي برضه الازياء بتاعتك فين؟ يعني يعني مثلا الفساتين الحاجات دي اتعرضت فين مثلا؟ عرضتها في كذا مؤتمر، وعرضتها كان في برضو ايفنت في الاهرام في جريده الاهرام. تمام. وهو انا ما نزلتش دفليهات ولا مره، غير نزلت دفليه واحد بس كان مع احمد عزب. كان ايجي فاشن السنه دي في 2019 بس، واخد فيه جايزه ما شاء الله. طيب هنطلع فاصل وطبعا هنعرض كل الازياء بتاعت حضرتك. تمام. وبجد انا عايز اقول لكم مدام رحمه بجد باور عالي جدا ما شاء الله، من النساء اللي هم بجد عندهم سيطره بجد نظام بجد، بنات دول ما شاء الله امارات، وبجد شغلهم جميل قوي، وانا واحد من الناس معجب جدا بشغلهم، وبجد يعني انا بجد في غايه الانبساط بجد يا خلود. يعني حد ليه موهبه تاني غير الفاشن والازياء؟ واكيد انا شايفه اعماركم ما شاء الله صغيره، فاكيد كل واحد ليه مجاله صح؟ كلكم في دراسه تقريبا؟ كلكم دراسه. طيب هنطلع فاصل وهنرجع تاني، اتفضلوا.